اهلا وسهلا. يا ترى ان الواحد يكون بوزيتيف طول الوقت، وان هو يكون على طول بيبص على الجانب المشرق وعلى الجانب البوزيتيف وعلى الجانب الايجابي، هل ده صح في خضم الكونتنت بتاع التنمية البشرية والسيلف ديفلوبمنت اللي بقى موجود تقريبا حوالينا في كل حتة، واللي على طول بيحاول ان هو يخليك تبص على الجانب الايجابي والجانب المشرق وان انت ما تبصش على اي حاجة نيجاتيف؟ هل الكلام ده صح؟ الحقيقة بعد مرور الوقت والواحد قاعد يفكر في الموضوع ده، انا مش شايف ان الموضوع ده well balanced. هقول لكم ليه. لان الحياة مش كلها حاجات كويسة، والحياة مش كلها تجارب لطيفة، والحياة مش كلها تجارب ناجحة، في ups and downs، وهيجي لك اوقات بتحس ان الدنيا مش ظابطة وان انت عندك امتحانات وابتلاءات. وفي نفس الوقت التعامل مع الحاجات دي ما ينفعش يكون على طول ان انت تقول لا لازم تبقى ايجابي. ساعات انت ممكن يفيل ان انت you're not feeling well and it's okay. فالتحفيز الدائم والبوزيتيفيتي اللي هي بزيادة دي الحقيقة مش practical. طيب ما تيجوا ان احنا نشوف كده ايه الصح، او الواحد يظبط الدنيا ازاي. الحقيقة لازم الواحد يكون واقعي، لازم يكون فاهم ان الدنيا مش على طول هتبقى وردية، وان الدنيا مش على طول مشرقة، وان مش كل حاجة هتحصل لك هتبقى انت مبسوط بيها. مش كل يوم انت هتبقى فور اكزامبل عايز تروح شغلك، او عايز تصلي، او عايز تعمل المسؤوليات اللي عليك هتكون موتيفيتد ومبسوط ومبتسم. الحياة مش كده. لكن at the same time مجرد ان انت تكون فاهم ان الدنيا فيها يوم ليك ويوم عليك، وزي ما ربنا قال في سورة آل عمران: وتلك الايام نداولها بين الناس. الايام دول، يعني ايه دول؟ يعني يوم بوزيتيف ويوم نيجاتيف، ويومين نيجاتيف ويوم بوزيتيف، وتلاتة بوزيتيف ويوم نيجاتيف. هي الدنيا كده. فلما انت يبقى عندك المايند سيت بتاع ان هي الدنيا اصلا مش ديزايند ان هي تكون على طول بوزيتيف، انت تقبلك للموضوع هيكون لما يجي لك حاجه بوزيتيف تقول الحمد لله النهارده يوم بوزيتيف ونحمد ربنا عليه. طب ولما يجي لك يوم نيجاتيف او حاجه صعبه عليك او حاجه تحزنك او تزعلك، تتصرف معاها ازاي؟ تقول الحمد لله، اي اندرستاند ان ده جزء من الدنيا وان ده جزء من اللي هيحصل لي، فتبتدي ان انت تحاول تريكفر منه. بس ان الواحد يكون على طول بيحاول ان يشوف الدنيا مشرقه وان الدنيا على طول حلوه وان المشكله فيا انا، ما الناس كلها على طول بتتكلم على موتيفيشن والناس بتتكلم ان هي مبسوطه والصور على الانستجرام يبقى على طول مبسوطين، ده مش حقيقه، ده مش حقيقه. ناس كتيره جدا بيتكلموا على ان الناس اللي بتنشر سوشيال ميديا كونتنت خصوصا على الانستجرام فور اكزامبل، الكونتنت اللي هو بيحطوه مش بيعبر عن حياتهم الحقيقيه. هو بيحاول يرسم لك صوره ان هو على طول او هي على طول مبتسمه وهي على طول مبسوطه and I'm out with my friends وانا في المكان الفلاني، لكن مش هي دي الحقيقه. ليه؟ لان كلنا زي بعض، كلنا بنمر باوقات وحشه، وكلنا بنمر باوقات بنبقى داون. فالتعامل الصح في الموضوع ان انت تكون فاهم ان الدنيا دي هي مكان احنا بنمتحن فيه، ومش بنمتحن فيه معناه ان هي على طول وحشه، لا، احنا بنمتحن بالخير وبنمتحن بالشر. ربنا بيقول في سورة الأنبياء: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فتنة يعني إيه؟ يعني امتحان. فأحسن حاجة عشان نفسيتك ما تتعبش إن أنت تكون فاهم إن الدنيا دي فيها امتحانات، الامتحانات بالحاجات الحلوة والامتحانات بالحاجات الوحشة، وإنت في كل امتحان من دول بتحاول إن أنت تعدي الامتحان. لما يجي لك حاجة وحشة تقول الحمد لله كانت ممكن تكون أسوأ، وان شاء الله ان احنا نعدي من الامتحان الوحش ده. ولما يجي لك امتحان حلو تقول الحمد لله نعمه يا رب دمها علينا. فمتهيألي ان النفسيه دي تخلي الواحد يتعامل احسن مع الابس اند داونز، وخصوصا الداونز اللي ممكن تجي له في حياته. شكرا جزيلا، وانا اراكم على خير.